عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه إعدادي، هناخد النهاردة مع بعض آخر درس في الهندسة اللي هو الإنشاءات الهندسية. عندي هنا أول حاجة في الإنشاءات الهندسية، أو أول حاجة لازم نتعرف عليها، بيجي هنا إنشاء عمود على مستقيم معلوم من نقطة خارج. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي مستقيم أهو، لو سميته مثلا ممكن أقول أي حاجة، ممكن أقول مثلا اسم ألف ب، أو هنا مثلا جيم جيم ب، ده مستقيم. عندي نقطة بره خارج المستقيم اسمها ألف، أنا عايز أرسم الهوت ألف دي عمود. يبقى انا دلوقتي عايز انزل الهوت الف على المستقيم ج م عمودي. انا الخطوات بتاعتي او ادوات انا هستخدمها، طبعا اول حاجه هستخدم، انا لازم يكون عندي مسطره ولازم يكون عندي برده، تمام. طب هعمل ايه عشان ارسم الهوت الف عمود؟ قال لي اول حاجه هاجي بالبرده بتاعي، هروح فتحه اي فتحه مناسبه، هقف على نقطه الف واروح هنا عامله قوس يقطع المستقيم ج ب في نقطتين. يعني ايه الكلام ده؟ هنيجي نمسك مع بعض اهو، همسك البرده بتاعي، هقف بسن البرجر عندي عند النقطة اللي هي خارج المستقيم، هروح عاملة من هنا كده قوس بيقطع الجيم ب أو المستقيم في نقطتين مع بعض. يبقى نيجي هنا كده مع بعض، تعالوا هنا مع بعض، نروح راسمين هنا، عايز أعمل قوس كده، بروح جاية هنا كده عاملة إيه؟ وقفت على نقطة ألف، رحت عاملة قوس. لو أنا سميت مثلا النقطة اللي عندي دي س والنقطة اللي عندي دي ص عشان أبقى عارفة أسمعها، يبقى أول خطوة قفت على ألف عملت قوس. طب تاني خطوة يا مستر، قال لي هبتدي أشوف بالمسطرة اللي عندي هعرف طول ب أو س ص اللي إحنا عملناهم دول كام سنتي. هروح هنا هجيب الزفت عن المنقلة، هقف بالزفت عن بداية النقطة والتانية عند الإيه النهاية، هلاقي ديت الطول بينهم بكام؟ 8 سنتي. طب انا لقيت الطول بتاعي 8 سنتي، قال لي بعد كده هعمل ايه؟ هروح جايه البرجر بتاعي وفتحه هنا، عامله فتحه بتاعي اللي عندي كده، هفتح البرجر بتاعي فتحه اكبر من النص. يعني ايه اكبر من النص؟ ده قسنا دي طلعت لي 8 سنتي، هفتح البرجر على المسطره واقف على المسطره وافتح فتحه مناسبه اللي هي بتبقى اكبر من نص الحاجات البسيطه. يعني انا النص بتاعي 8 ده 4، قال لي لا انا هزود شويه مثلا، يبقى انا هفتحها على كده على 5. يبقى انا اروح واقفه اهو، واروح واقفه على واقفه بتاع بتاعي عند الزفت، واروح عامله هنا ايه؟ قايسه فتحه اكبر من النص شويه اللي هي عندي كام؟ 5. يبقى انا فتحت اهو فتحه اكبر من النص، دي 8 نص 4 يبقى اكبر من نص 5. فتحت 5 سم، قال لي اه. يبقى هاجي بعد كده بالبرجر هقف عند نقطه س وعند نقطة الصاد مرة، هعمل إيه؟ قال لي هعمل نقطة مقابلة الألف، أنا عندي ألف فوق أهو، هروح عاملها نقطة تقابلها من تحت عشان أوصلهم هما الاتنين لبعض. يبقى فتحت فتحة أكبر من النص وفتحناها 5. تعالى بقى نقف هنا، قال لي هرسم أهو، هاجي كده البرجر وأروح عاملة هنا إيه؟ أروح عاملة قوس كده، يبقى هعمل قوس كده. بنفس الفتحة مش هغيرها، هروح جاي واقفة عند نقطة صاد، يبقى أنا حددت النقطتين دول هما اتقطعوا مع المستقيم فين عشان أعمل. يبقى كل اللي عملته قفت عند ألف عملت قوس أعرف سين صاد، قست المسافة بينهم طلعت 8، فتحت فتحة أكبر من النص، قلنا نص 8 4 فتحتها 5. طب بعد ما فتحت الخمسة وقفت عند سين عملت قوس، هقف بنفس الفتحة مش هغيرها عند صاد وأقابلها في إيه؟ قال لي وأقابلها في إيه؟ في قوس معايا عشان أشوف هما الاتنين اتقابلوا مع بعض فين؟ أهو. يبقى أنا عملت أهو، عملت من عند سين قوس ومن عند صاد قوس، ألاقيهم اتقابلوا في النقطة اللي هي. طب بعد كده قال لي هجيب المسطرة بتاعتي ووصل النقطة، لو أنا سميت مثلا النقطة دي اسمها هي، وأروح موصل نقطة ألف بنقطتين عشان يبقى أنا عملت عمود. طبعا أنا هنا هنستخدم السمارت اللي عندي ونروح عاملين هنا جايبين العمودي ونروح موصلين نقطة ألف بنقطة إيه هي اللي هما اتقابلوا فيها. يبقى أنا كده رسمت الإيه؟ رسمت العمودي اللي عندي. يبقى أنا هقول له عمودي يعني بيعمل في الزاوية 90، ما انساش، يبقى عمودي يعني بينزل بزاوية كام؟ 90. دي كده أول حاجة عندي. طيب تاني حاجة، قال لي نفس الكلام ده مش هيختلف، بس بدل ما تكون النقطة خارج المستقيم تكون على المستقيم. يعني إيه؟ يعني تاني إنشاء عندي، أنا عندي مستقيم أهو، المرة دي هقول المستقيم دوت، أنا هعمل بدل ما أقول نقطة من بره أو نقطة من تحت خارج، لا المرة دي ده أنا هعمل نقطة من إيه؟ من على المستقيم نفسه، وليكن النقطة دي اسمها ألف. طب نفس الخطوات، قال لي اه يا بس هي نفس الخطوات مش بتتغير، هنعمل ايه؟ قال لي برضه نفس الكلام، هاجي بالبرجر بتاعي هقف عند نقطة ألف، سواء كانت نقطة ألف دي بره فوق أو تحت أو على المستقيم نفس الخطوات بالظبط. هاجي هفتح هنا أي فتحة مناسبة، هقف عند النقطة هنا، طبعا أركز، هقف هنا عند نقطة إيه؟ ألف بالبرجر، وأروح عاملة قوس، تمام؟ ومستفحة شوية، وأروح عاملة قوس يقطع المستقيم. لو أنا سميت المستقيم مثلا أهو ألف ب دي من ب، هعمل ايه؟ قال لي هقف على نقطه الف سواء جوه او تحت او فوق او على، هروح عامله من
كده اهو هروح قطعاه في قوس، انا كده خلصت القوس عندي اهو، يبقى نفس اللي انا عملته المره اللي فاتت. وقفت على النقطه وعملت قوس، هنسميها وليكن هي س ص. طب بعد كده قال لي نفس اللي انا عملته، هقيس المسافه بين س ص بكام؟ يبقى هاجي بالمسطره اهي، هوقف الصفر عندها وهقيس. طلعت لي مثلا كام؟ 5.5. قال لي اه 5.5، يبقى انا هفتح فتحه اكبر من النص. طبعا 5.5 لو عندي انا هجيب يعني ايه 3 الا ربع، هفتح فتحه اكبر شويه من النص. انا عندي نص 3 وربع، قال لي يبقى انا مثلا وليكن هفتحها على كام؟ على 4. يبقى انا هاجي اهو البرجل، هقف بسن البرجل على الخط من الثلاثه، قال لي انا مثلا هخليها 3.5 اهي او 4 اللي انا عايزاه، يكون فتحه اكبر من النص بحاجه مناسبه يعني. طب بعد كده قال لي نفس الكلام، هقف عند نقطتين وهعمل قوس من تحت، عند نقطة ص هعمل قوس من تحت. يبقى انا هنيجي اهو هنقف بالبرد عند نقطة ص، وهنعمل ايه؟ وهننزل هنا نعمل قوس بنفس الفتحة مش هغيرها، هاجي اقف عند نقطة ص وهعمل ايه؟ قال لي هعمل قوس يتقابل مع القوس الاولاني اهو. يبقى عملنا القوس اهو، هاجي اشيل ده عملت النقطة، هنسميها هي أي رمز من الرموز اللي احنا مسمينها وليكن مثلا دي. طب بعد كده قال لي نفس الكلام، هجيب المسطرة وأوصل النقطتين لبعض. دي طبعا احنا قلنا السمارت معايا هنشتغل هنا أهو، يبقى أنا هوصل نقطة ألف بإيه؟ به. تمام كده، ممكن أمدها من هنا أعملها من تحت، أعملها من فوق، ممكن أجيبها من فوق لتحت عادي اللي أنا عايزاه، عشان ده عمود، عمود يعني من فوق هو من إيه؟ من تحت. يبقى عمودي يعني بيعمل زاوية كام؟ 90. طبعا دوت كده ممكن اعملها شويه او ممكن امدها من فوق كده. تمام، ده تاني حاجه عندي. طيب تاني انشاء لازم اعرفه، قال لي مش بيبعد عن الكلام ده بحاجات مختلفه. طب الانشاء التاني ايه؟ قال لي هنا بيقول لي ارسم قطعه ا ب يساوي مثلا 10 سم ثم نصفها. ممكن بدل ما يقول لي كلمه نصفها يقول لي ارسم محور تماثل لها. عارفة كلمة محور تماثل يعني ايه؟ يعني عمود على القطعة ومستقيمة وبنصها. طب يبقى أول حاجة ممكن يقول لي أرسم 10 سم 8 سم أي حاجة أنا عايزاها. هجيب المسطرة اللي عندي وهروح واقفة كده ورسمة ايه؟ رسمة 10 سم أهو. يبقى أنا هقف عندي هنا وأروح رسمة كام؟ 10 سم كده خلصت المسطرة، نزلت بقى هو قال لي اسمها أ ب، يبقى أ ب 10 سم. طب هنا المربوط يا مستر مفيش لا نقطة عليها ولا نقطة فوق ولا نقطة تحت عشان أرسم، قال لي يبقى ده المربوط مش هرسم نقطة واحدة، ده أنا هرسم إيه؟ نقطتين، يعني أنا عايز أعمل نقطة من فوق ونقطة من تحت. طب هعمل إيه؟ قال لي دلوقتي إحنا عرفنا إن دي ب 10 سم، بفتح فتحة أكبر من النص بشوية، طبعا 10 عارفين نصها 5، أفتح فتحة أكبر شوية وليكن مثلا إيه؟ 6 أو 6.5 أو 7 اللي إحنا عايزينه، تعالوا نفتح مع بعض هنا مثلا، نقف على البرجل ونفتح فتحة كام؟ 6، بقف كده هنفتح البرجر بتاعي لغايه ما نقف عند رقم كام؟ 6، يبقى انا كده عملت 6 سم. طب تعالى نمسح الاول الكلام ده ونشوف هنعمل ايه؟ طيب انا كده كل اللي عملته الاس دي رسمتها بالمسطره 10 سم، طب بعد كده فتحت فتحه اكبر من النص قلنا وصلها 5 هفتح وليكن 6، بعد كده هقف عند نقطه ب اهو ناحيتي اهو البرجر بعد ما فتحت فتحه اكبر من النص. قال لي المره دي مش هعمل قوس واحد بس، لا انا هعمل قوس من فوق وقوس من تحت من عند نفس النقطه. يبقى انا هاجي اهو هقول له انا هعمل قوس من فوق اهو. قال لي نفس الكلام بنفس الفتحه، هنيجي هنا نقف عند ب برضه وهعمل المره دي قوس من ايه؟ من تحت. يبقى انا هنا هاجي هعمل ايه؟ قوس من تحت. يبقى انا دلوقتي في حاجه في حاجتين عملتهم، عملت ايه يا بس؟ عملت وقفت عند نقطة ب بفتحة أكبر من النص، عملت قوس من فوق وقوس من تحت. طب بعد كده قال لي بنفس الفتحة ما بتتغيرش خالص، هقف عند نقطة ألف برضه هقابل قوس من فوق وهقابل قوس من إيه؟ من تحت. يبقى نقف أهوت ونقف بسن البرجل عند نقطة الألف، هقابل اللي عندي هنا، تعالوا نشوف هنعمل هنا قوس أهو. يبقى أنا هقابل القوس الأولاني دوت، وقال لي برضه نفس الكلام هطلع من فوق وقابل القوس الايه؟ التاني، يبقى انا هقابل القوس الاولاني والقوس التاني، كده انا خلصت حددت النقطة، قال لي اه، كده انا حددت النقطة الأولى اهيت والنقطة التانية اهي، طب فاضل ايه؟
فاضل ان انا اجيب الوسطره واروح موصله النقطتين ببعض، فبرضه هنا هنستخدم ادي اروح جاي موصله النقطتين الف او احنا مستنيناهم، ممكن اسميهم ممكن اسيبهم عادي مش عايز اسميهم. لو انا عايز اسميهم هنكتب رموز بين الالف والب وليكن مثلا س وص. طبعا احنا قلنا ايه ممكن يقول لي بينصفها يعني بيقسمها جزئين قد بعض، او محور تماثلها يعني برضه بيقسمها عمودي عليه. تمام كده وشكرا يا سنه.